طبعا اليوم الشعب الجزائري يحتفل باليوم الوطني، يوم مميز وهو تلاحم الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني مع الشعب الجزائري. وعندما نقول التلاحم في الحقيقة القضية تتجاوز التلاحم، لأن الجيش الوطني الشعبي هو جزء أساسي من الشعب الجزائري وهو الركيزة الأساسية في دولتنا. فتحية وتقدير لكل ضباط الجيش الوطني الشعبي ولجنود الجيش الوطني الشعبي في مختلف الأسلحة الذين يرابطون على الحدود، يدافعون على حرمة التراب الجزائري وعلى كرامة الجزائر وعلى موقع الجزائر وعلى السيادة الجزائرية. فنعرف الآن بأن الشعب الجزائري يقف مع جيش الوطني الشعبي أمام التحديات الراهنة التي يراد البعض أن يفرضها على الجزائر إقليميا ودوليا. والشعب الجزائري الآن بالوعي الذي يكتسبه وبماضينا التاريخي، نعرف طبائع الاستعمار الذي يتحرك بمختلف الأشكال والأنواع وتحت مختلف المسميات ويمارس التضليل الإعلامي بمختلف أشكاله. فاليوم هذا اليوم الوطني يجب أن يكون لترسيس الوحدة الوطنية ولبناء الجبهة الداخلية، لأن المرحلة تقتضي أن يكون الجزائريين على صوت واحد شعب وجيش. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.